وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك الشو بالشوكولاته. اول حاجه هنعملها هتكون القاعده اللي هي هتكون الكيك. عندنا 300 جرام شوكولاته داكنه، 45 جرام زبده، 2 بيض، 120 جرام سكر، 1 معلقه صغيره فانيليا، 75 جرام دقيق، وربع معلقه صغيره بيكنج باودر. بعد كده عندنا عجينة الشو بالشوكولاتة، هيكون 160 جرام حليب، 20 جرام سكر، 5 جرام ملح، 75 جرام زبدة، 75 جرام دقيق، 15 جرام بودرة كاكاو، 160 جرام بيض. بعد كده عندنا موس البرالين والشوكولاتة الداكنة، 250 جرام كريمة، 50 جرام سكر، 20 جرام نشا، 20 جرام دقيق، 80 جرام صفار بيض، 200 جرام شوكولاتة داكنة، 50 جرام معجون برالين، و 200 جرام كريمة مخفوقة. بعد كده عندنا موس اللوز والشوكولاتة البيضة، هيكون 250 جرام كريمة، 50 جرام سكر، 20 جرام نشا، 20 جرام دقيق، 80 جرام صفار بيض، 250 جرام شوكولاتة بيضة، 50 جرام معجون لوز، و 200 جرام كريمة مخفوقة. بعد كده عندنا نوعين من الجليز، جليز شوكولاته داكنه وجليز شوكولاته بيضة. الداكنه 300 جرام شوكولاته داكنه و75 جرام زيت، وجليز الشوكولاته البيضة 300 جرام شوكولاته بيضة و50 جرام زيت. هنبتدي نعمل الكيك. الاول هحط الزبده في الميكرويف، عايزاها تبقى مذابه. هاخد البيض والفانيليا والسكر واضربهم مع بعض. دلوقتي هخلط الزبدة المذابة مع الشوكولاتة. وأضيفهم للبيض والسكر. هخفقهم مع بعض. هضيف الدقيق، البيكنج باودر، ونخفقهم مرة أخيرة. هنجيب صينية وبهزة بالزبدة، بورق الزبدة، وهنحط عليها الكيك. هفردها
على الصينية. ودخلها فرن بدرجة حرارة 160 وهتقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة. وبكده نكون خلصنا أول طبقة. نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. أهلا وسهلا بيكم. دلوقتي نعمل الشو بيستري. هناخد الحليب والزبدة هنحطهم على النار مع السكر والملح. البيض هنحطه في العجان علشان او العجينه ما تبقى جاهزه هضيفهم، هضيف العجينه للبيض ويتضربوا مع بعض. واخد الدقيق والكاكاو علشان اول الكريمه والزبده ما يغلوا، هضيفهم للحله وهنقلبهم على النار لحد العجين ما تتكور، وبعد كده اخدهم احطهم في العجان مع البيض. اوكي، اللبن والزبدة بيغلوا، هحط الدقيق والكاكاو وأقلبه. وأول ما تتكور هنفضل نقلب فيها عشان ننشفها شوية. ودلوقتي اشيلها واخد العجينه احطها مع البيض. واضربهم مع بعض. والشو بيستري بتحب الضرب الكتير، يعني سيبها تتضرب كده مده لحد ما درجه حراره العجين تبقى يدوب دافيه. وبعد كده هناخدها نحطها في كيس حلواني. ونعمل قطعة مش كبيرة، نحط شوية عجينة تحت الورقة علشان ما تفضلش تجري واحنا بنعمل الكور.
وبعد كده هنبتدي نعمل كور الشو. هندخلها فرن بدرجة حرارة 180 وهتقعد في الفرن لحد ما تنفش طبعا، وتبقى زي فاضية من جوه، يبقى كل اللي جوه عبارة عن هواء، وده بياخد حوالي من 25 ل 30 دقيقة. وبكده نكون خلصنا الكيك وخلصنا عجينة الشو. نطلع فاصل وبعد كده نعمل الموس. اهلا وسهلا بيكم. دلوقتي نعمل نوعين الموس اللي عندنا، واحد بالشوكولاته الغامقه والثاني بالشوكولاته البيضاء. هنحط الكريمه على النار للاثنين. هنحط معاهم البرالين. هنجيب الصفار والسكر نضربهم مع بعض. وبعدين هنحط معاهم النشا والدقيق. وهنا برضو نفس الحكاية، هنحط معاهم النشا والدقيق. دي اوريدي بتغلي، حط نصها مع البيض والسكر او الصفار والسكر والنشا والدقيق، ونرجعهم تاني على النار لحد ما يغلوا، ويبقى ده الكريم باتيسيار بتاعنا. كده خلاص جاهز. ده هحط معاه الشوكولاته الداكنه.
وأحطه في بول لحد ما يهدى شوية. ولحد ده ما يغلي دلوقتي أقدر أضيف الكريمة للشوكولاتة الغامقة. هرجعها هنا البول ده أكبر شوية. ويبقى بكده عندنا أول موس اللي هو موس الشوكولاتة الداكنة مع البرالين. وأجيب القالب اللي هحطه فيه والكريمة التانية ابتدت تغلي. نحط نصها هنا نقلبهم ونرجعهم على النار. برضو لحد ما يغلوا هنحط معاه الشوكولاتة البيضة. طبعا البرالين هو اللي عطي الشوكولاتة البيضة اللون ده، لونها على زي بيج كده شوية. هنحط نص الكريمة هرجعها هنا تاني، برضو البول ده أكبر. وده هيبقى الموس التاني، هحطه فوق موس الشوكولاتة الداكنة بعد طبعا ما تجمد. هنعمل طبقة تانية من موس الشوكولاتة بالشوكولاتة البيضة والبرالين، وهندخلهم الفريزر لحد ما يجمدوا. بعد كده نرجع ونحط كل طبقات أو أجزاء الكيك مع بعض. اهلا بكم، ودلوقتي نبتدي نحط كل اجزاء الكيك مع بعض. الاول هعمل الجليز، عندي هنا جليز الشوكولاته الغامقه وجليز الشوكولاته البيضه. دول هخلطهم مع زيت ده هيكون الجليز. بالنسبة للشو احنا ممكن ناخد شوية من الموس اللي عملناه
نحشي بيه الشو، أو زي ما هعمل دلوقتي كده هخلط كريمة مع شوية شوكولاتة ونقلبهم مع بعض ويبقى ده الحشو بتاعنا للشو. لكن لو تبقى معنا شوية من الموس ممكن نستعمله برضو للحشو. اوكي، هنجيب الكريمة اللي خلطناها مع الشوكولاتة نعمل فتحة صغيرة في كيس الحلواني وهنبتدي نحشي بيه الشو. احنا هنحتاج الكريمة دي كمان عشان نلزق الشو في الكيك، فلو طلع شوية من برة كده من ورا احنا على اي حال هنرجع نحط كريمة تاني للشو. انا هستكفي بدول واشوف لو احتاجت تاني ممكن ابقى احشي كمان. هدي ده هنا على جنب واجيب الموس من التلاجة. عندنا جلايز الشوكولاتة وعندنا الشوكولاتة البيضاء. اوكي، الشوكولاتة البيضاء محتاجة تدخل مايكرويف حاجة بسيطة بس خالص. هحط الشوكولاتة البيضاء هرجع احط شوكولاتة داكنة
أرجع أخذ آخر شوية من الشوكولاتة البيضة. وبعدين هنبتدي نميلها على كل الجناب علشان تتغطى كويس. وطبعا احنا عندنا هنا كل الزيادات دي نقدر نغطي بيها اي حاجة ما تغطتش. وعلمهم الجناب دي كلها مش هتبان لان احنا هنحط الشو حوالين الكيك. احط الكيك في طبق التقديم. واشيل الكيك بالراحة خالص. اوكي. عايزة احطها في نص الكيك. اوكي. ودلوقتي هنجيب الشو اللي حشيناه، وزي ما احنا شايفين الكريمة الزيادة دي هي هتلزقه في الكيك. اوكي، هحتاج يمكن اتنين كمان. وهحط عليها شوية اوكي. حطها هنا احسن. بودرة ذهبي.
وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، عملنا كيك الشو بالشوكولاتة. يا رب يكون عجبكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.